شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نهائي كأس خالد بن حمد لجيل الذهب للكرة الطائرة فئة الأشبال، والذي أقيم مساء يوم أمس على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة بين فريقي النصر ودار جليب. وحضر النهائي سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة. وأجريت مراسم تتويج فريق النصر بلقب كأس خالد بن حمد لجيل الذهب للكرة الطائرة بعد تفوقه على دار جليب في المباراة النهائية بنتيجة 1-3. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بنجاح دوري سموه لجيل الذهب، والذي تم تطبيقه على عدد من الألعاب الرياضية من بينها الكرة الطائرة، بتنظيم من الاتحادات الوطنية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبدعم منها لأول مرة هذا الموسم. وقد لقي أصداء إيجابية وردود فعل متميزة لما لهذه المبادرة من أهمية في بروز جيل واعد من اللاعبين القادرين على تمثيل منتخباتنا الوطنية في المستقبل. وأشاد سموه بالمستويات الرائعة التي قدمها الفريقان في نهائي دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للكرة الطائرة فئة الأشبال، وبارك سموه لفريق نادي النصر فوزه باللقب والذي يعكس متانة قاعدته، متمنيا حظا أوفرا لنادي دار جليب في البطولات القادمة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن دوري سموه لجيل الذهب قد ساهم في مضاعفة الاهتمام بفرق الفئات العمرية، والتي تمثل أهمية كبيرة لتغذية المنتخبات الوطنية، حيث حظي الدوري بمشاركة فاعلة من قبل الأندية، الأمر الذي ساهم في تحقيق النجاح لهذه المبادرة التي ينتظر منها أن تسهم في تخريج كوكبة من أبرز اللاعبين في مختلف الرياضات. مؤكدا سموه بأن لعبة الكرة الطائرة كانت وما زالت إحدى الألعاب التي خرجت العديد من المواهب، وأن دوري سموه لجيل الذهب سيعزز من بروز تلك الخامات والعناصر المتميزة لتمثيل منتخباتنا وأنديتنا بمختلف المشاركات الخارجية أفضل تمثيل.